حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة اللواء عادل عبد الله أمين، الوكيل المساعد الموارد البشرية بوزارة الداخلية. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء في نشرة الأخبار. وبداية نسأل عن أهداف تقييم مراكز الخدمة الحكومية. بخصوص تقييم مراكز الخدمة الحكومية، عادة تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية أداء المراكز وبث روح التنافسية بينها لتحفيز الابتكار والإبداع في مجال خدمة العملاء طبقا لدليل معايير الخدمة التي وضعتها اللجنة، ومن ضمنها قياس رضا المستخدمين. ويهدف التقييم إلى قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات التي يتلقونها من المراكز الحكومية. يتم استخدام مختلف المقاييس والاستبيانات لقياس مستوى الرضا والتحسينات المطلوبة لكل خدمة. تحسين كفاءة العمليات، يهدف إلى تحليل وتحسين كفاءة العمليات الداخلية في المراكز الحكومية، ويتم تقييم العمليات الحالية وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتطويرها لتحقيق أفضل أداء وتوفير الوقت والجهد. نعم سعادة اللواء، لو تحدثنا أكثر عن دور اللجنة المركزية للتقييم. دور اللجنة المركزية للتقييم يتضمن عدة مهام رئيسية، منها تطوير معايير التقييم، وضع المعايير والمبادئ التوجيهية التي يجب أن يستند إليها عملية التقييم. يتم تحديد هذه المعايير بناء على أهداف ومتطلبات الوظيفية المحددة. تقوم اللجنة بتحديد الطرق والأدوات المستخدمة في عملية التقييم، مثل العميل السري، الاستبيانات والمقابلات الشخصية وتحليل الأداء والمراجعات الدورية، توفير التدريب والتوجيه للموظفين والمشرفين بشأن عملية التقييم وكيفية تقييم الأداء بطريقة عادلة وموضوعية. ويهدف ذلك إلى ضمان فهم الجميع للمعايير والمبادئ التوجيهية وضمان تطبيقها بشكل صحيح، كما يتم تقديم تقارير وتوصيات للمشرفين بشأن تطوير الموظفين وتحسين أدائهم. نعم سعادة اللواء عادل عبد الله أمين، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.